أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم نقدمها لكم من داخل اجتماع رابطة أبناء الصعيد بقيادة الحاج كمال عثمان مخلوف والعديد من قيادات من جميع محافظات الصعيد. النهاردة شفنا جمع غير عادي، وشفنا ورقة عمل، شفنا اهتمام بحل مشاكل الصعيد، شفنا رسالة بيوجهها أبناء الصعيد من رابطة أبناء الصعيد. هنشوف مع بعض الاجتماع وهنشوف ماذا دار من هؤلاء اللي جم شرفوا الاجتماع النهاردة. ومن داخل اجتماع رابطة أبناء الصعيد بقيادة الحاج كمال عثمان مخلوف التقينا بواحد من المحامين الكبار. نتعرف على حضرتك. حسن سالم، المحامي بالنقب. أهلا بيك. أهلا بيك. حضرتك عضو رابطة أبناء الصعيد. بالطبع أنا عضو رابطة أبناء الصعيد. طبعا الرابطة بتكلفك ببعض القضايا الخاصة بأهل الصعيد، على أساس الرابطة بتتبنى العديد من القضايا يعني. لا، هو خلينا الأول نقول إيه هي الرابطة ولماذا أنشئت يعني. الرابطة دي كيان اجتماعي مهم جدا، هدفه هو اجتماع أبناء الصعيد، ليس بهدف عنصري، لا، إنما بهدف إنساني. هذا الهدف الاجتماعي الإنساني ظهرت الحالة له، خاصة بعد جلسات كثيرة مع صديق أخونا وابن عمنا الحاج كمال، إنه في مشاكل بتواجه أبناء الصعيد في القاهرة والجيزة. هذا الكيان استطاع أن يذلل هذه العقبات وأن يستطيع أن يقدم خدمات في مشاكل. أحيانا الواحد يكون عايز يحصل على طبيب مشهور مش عارف يحصل مش يقدم له، أحيانا برضه في مشكلة السكن، في مشكلة التعليم، في مشاكل، كل ما يتصل بهذه المشاكل الرابطة بتستطيع أن تقدمه له. عشان كده ظهرت الحاجة الملحة إلى وأيضا هذه الرابطة رغم أنها متواصلة ومتصلة بكل في مركز أبو تشت بكل القرى جماعة، يعني إذا حدثت هناك مشكلة فنستطيع الحاج كمال وبعض الموجودين هنا، الأعمدة الموجودة، تستطيع أن تتواصل مع بعض الأشخاص ذوي المعرفة والحنكة وتتواصل معهم طبعا معك، وتستطيع حل المشكلة وتقديم. وحدثت في أكثر من موضوع في المسألة دي كده. الرابطة يعني نقدر نقول يعني أدت، يعني بتأدي ما عليها الحمد لله. لا شك أنها بتأدي وهي في توافق. بالعكس، ده في ناس كتير جدا وفي اكتر من مركز من المراكز بحذا حزب الرابطه، واصبحت مش على مركز ابو تشت، هذه الرابطه اصبحت هي عنوان للصعيد كله في مدينتي القاهره والجيزه. ان شاء الله. يعني ايه اللي هتقدموه خلال الفتره القادمه؟ والله احنا الرابطه هيكون لها زي ما انا قلت لك انه دور اجتماعي ودور انساني، وقطعا كمان دور سياسي. يعني ممكن هذه الرابطه يكون لها دور سياسي، يعني تستطيع انها تقدم حد في الحكم المحلي، حد يكون لها دور برضه في مساهمه ومؤازره اللي تقدمه المجلس النواب او الشيوخ. هي انا قلت لك كيان شامل اجتماعي وسياسي واقتصادي في حلول المشكله. لسه كنت هسال حضرتك، هل انتوا يعني في المرحله القادمه هيكون لكم كلمه بالنسبه لانتخابات المحليات وانتخابات الشورى؟ اعتقد يعني انه الاتجاه يتجه نحو هذا المنحى، انه يكون في كلمه. الكلمه لا تفرض، انما الكلمه بنت لحظتها، يعني البواعث الحال وظروف الحال هي التي ستؤدي ماذا سيكون. يعني لا نستطيع ان نسبق الاحداث في هذا الموضوع يعني. واعتقد الكويس بيفرض نفسه يعني اكيد. بلا شك، انما هي كلها صوت وصدى في المركز وفي القرى، انه يعني فلان كذا فلان كذا، ودائما تبحث عن الافضل. وانا اكرر انها ليست عنصريه. صحيح. ليست عنصريه، انما هي كيان يجمع ويشمل الكل، وعاء شامل لكل الناس. ان شاء الله. بنشكر سيادتك الف جزيلا، وانا اشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستضافه، وتمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا. الان مع العمده علي رشوان، عمده بلاد المال والكعامات، وطبعا كلنا عارفين يعني رجل معروف ومشهور ومن عائلات ابو تشت العريقه. اهلا بك عمده. اهلا بك يا فندم. اهلا بك.
احنا النهاردة بنتكلم عن رابطة ابناء الصعيد، وبما ان حضرتك واحد من مؤسسي الرابطة، يعني رأي حضرتك في النهاردة هيحصل ايه، او انتوا جايين النهاردة بالنسبة للاجتماع الشهري هنا؟ والله رابطة بتاع ابناء الصعيد او ابناء ابو تشت دي جنبها طبعا الحاج كمال عثمان، والراجل جزاه كل خير، يعني في مصالحات في البلد معهم به طبعا، وفي يعني ناس برضو محتاجه برضو مع نساعدوها طبعا، وقايمين على ان شاء الله باذن الله يعني شغالين في المصالحات ومع تلم كلنا، واي انسان يعني محتاج ينزل مصر محتاج حاجه مع الدوله برضو، وشغالين الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الرابطة وتأثيرها، يعني انتوا اعتقد اول بند من البنود المصالحات بين العائلات المتنازعة. نعم، اول بند فيها بين العائلات المتنازعة مع بعضه، ومعنا برضو الحاج جمال حفن ومعنا جمال عبد اللطيف برضو معاني شغالين في المصالحات برضو، هم بس في الصعيد يعني ما تعذر ما يجوش يعني، والحمد لله شغالين، وان شاء الله باذن الله ابو طشت ونوحيها حتكون ان شاء الله خاليه من الخصومات ان شاء الله في خلال شهرين ثلاثه باذن الله. على ايديكم ان شاء الله، على ايديكم ان شاء الله. ان شاء الله، والبركه في الشرطه برضو قايمه بمجهود حقيقي ضخم معاني. الامن فعلا. طبعا الامن يعني ثابت، لا الحمد لله دور، والحمد لله رب العالمين يعني محافظ جينا كلها اخوه مع بعضها ان شاء الله. طبعا. وحتكون ان شاء الله باذن الله بدون خصومات ان شاء الله. قريب قوي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اخر الخصومات اللي انتوا تدخلتوا فيها وكان لكم الدور والحمد لله انتهت على خير. ان شاء الله شغالين برضو، فعندنا كوميتين وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله بمجهود طبعا وزاره الداخليه والشرطه عندنا حقيقي مركز ابو طشت كله يعني قام بدوره، ومديريه الامن يعني كلها قام بدورها، والامن الوطني والامن العام كله قام بدوره، وان شاء الله هتنتهي باذن الله قريب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. سعادتك طبعا جاي مخصوص عشان تحضر الاجتماع الشهري للرابطه. طبعا جاي على طول عشان نحضر، لازم نحضر كل شهر يعني نحضر الاجتماع في القاهره يعني عند الحاج كمال عثمان، وراجل يعني يشكر جايب مجهود ضخم جدا، وربنا يبارك فيه حقيقي يعني ربنا يعني يساعده، يعني جايب مجهود كبير جدا جدا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله. اما عن المساعدات اللي هي الخاصه باهل الصعيد عموما، وانتوا يعني اكرم الناس، فاعتقد ان انتوا ليكوا دور الحمد لله، وخاصه في شهر رمضان او غيره يعني. طبعا في شهر رمضان الحمد لله رب العالمين، والحاج كمال برضو مع يوزع واحنا مع نوزع الحمد لله رب العالمين، كلنا في رمضان اصلا احنا يعني عيله، يعني طبيعه واخوه يعني. اهل الصعيد طبيعه لازم ده ياخد ده ويدي، والحمد لله ربنا وفقنا برضو نجيبوا كراتين ونجيبوا بطاطين برضو في الشتاء للناس يعني، واخواتنا كلهم يعني كلنا اهل يعني، فيش حد احسن من حد عندنا، كلنا اخوات واهل طبعا. وربنا يوفق ان شاء الله. حال ابو تشتا وحال الصعيد والحاجات الخاصه، يعني انتوا هل الخدمات اتوفرت والحمد لله، ولا هناك برضه السعي الى مزيد من الخدمات؟ والله هم الحكومه يعني حقيقي يعني الساعيه كثير على الخدمات. يعني انا ليا اسبوع كلمت الباشمهندس اسعد عندنا بتاع المي، ما عندناش مي والله، تات ايام قاعد في قاعد في محطه المي، لما النهارده كلموني قالوا الميه عمده وصلت، قلت الحمد لله، شكرت الراجل، قلت متشكر ليه ثلاث ايام حقيقي، واحنا بنشكره جدا جدا الباشمهندس اسعد، لان حقيقي التعب اللي ثلاث ايام هو في المحطه موجود، وصلنا الميه وكلموني قال ده وصلنا الميه، قلت الحمد لله شكرته، قلت متشكرين، والاستاذ المحافظ دخل فيها برضه ورأس مدينه، والحمد لله رب العالمين. العمدة علي رشوان يمكن اسم معروف، ويعني كل الناس يمكن على مستوى الصعيد عارفاه يعني بدوره البارز يعني، فرأيك انت في ما يحدث في قنا عموما؟ والله انا يا الحمد لله رب العالمين رحت لي حوالي اسبوعين ثلاثه المحروسه برضه، سجلت هناك كان في مشكله وخلصت الحمد لله، يعني في كل حته غربي قلنا دي بعيده شوي طبعا يعني، لا 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 لا, لا, لا ممكن روح سوهاج، ممكن روح سوهاج، ممكن روح قنا، ممكن روح اي حته ثانيه، انا فاضل لله وتعالى واديني موجود اي حد عنده مشكله يقول لي الو، اي حد يكلمني ونساعد على قد ما نقدر باذن الله ان شاء الله. الاحكام في النهايه بترضي الاطراف ولا بيبقى في ناس زعلانه؟ لا هو لازم يكونوا الطرفين متراضيين، ما فيش اي ضغط على اي طرف فيهم، لازم يكونوا اثنين يعني مستريحين ومبسوطين وتمام، لكن ما فيش ضغط من شرطه ولا من اهال ولا من اي شيء، اصل الناس تعبت وعاوزه تخلص. صحيح. الناس تخلص، عاوز تخلص من المواضيع دي،
وبس التعبيني تجار السلاح بس ده هم هم دول الحمد لله رب العالمين برضو قضينا عليهم يعني الشرطة حقيقي قضت عليهم الحمد لله رب العالمين. لو حبيت توجه رسالة لأهلك وناسك في قنا بتقول لهم ايه؟ والله ما نقول يا جماعة يعني عاوز الصبر وعاوز انه يعني الانسان الحليم يغضبش والمشاكل مش مفيدي وعاوزين نبقى احنا اسره واحده واخوات وكلنا اخوات واهل وكل واحد فيهم يعني يكون حليم ما يخسر عصبيه ويشتغل ويدي بكذا ويضرب لا الكلام ده ربنا يوفقكم ان شاء الله في هذه الايام المباركه ان شاء الله ان شاء الله. بنشكر حضرتك عمده شكرا لسيادتك. شكرا يا فندم بارك الله فيك. كل سنه طيب حضرتك. طيب الان مع الاستاذ ياسر شورى مدير تحرير جريدة الوفد والمستشار الإعلامي لرابطة أبناء الصعيد وهو طبعا معروف جناوي أصيل. أهلا بك أستاذ ياسر. بيك يا أستاذ سعد. أهلا وسهلا بيك. يعني دائما الظروف بتفرض نفسها وانت أعتقد من غير رابطة برابطة يعني الناس بتقصدك وهنا موجود على لأي حد بيك. الحمد لله. تسلم يا أستاذ سعد. وده يعني واجبنا ناحية أهلنا في صعيد مصر. الحقيقة أن أنا يعني فوجئت يعني من فترة مش بعيدة مش فترة من فترة مش كبيرة كنت اتعرفت على الحاج كمال عثمان وأنا فوجئت أن هذا المكان العامر هنا في مقر رابطة أبناء الصعيد أن ربنا يعني وهب شخصية زي الحاج كمال عثمان شخصية تتمتع بحب الناس وتتمتع أيضا بالقدرة على خدمة الناس واستقبالهم وحل مشاكلهم والتواصل مع كمان المسؤولين في القاهرة في لأن احنا عارفين احنا مصر منطقة مصر دايما دولة مركزية. أهلنا في الصعيد دايما محرومين من الخدمات محرومين من الاتصال بالحكومة المركزية في القاهرة. معظم الحاجات ما بتخلصش إقليميا بتخلص المصالح العادية بتاعت أبناء الصعيد يعني بتخلص في القاهرة. فالحمد لله أنا من فترة قصيرة زي ما قلت اني فوجئت بشخصية محترمة زي الحاج كمال عثمان رجل لديه القدرة على انه هو يخدم الناس لديه القدرة على انه هو يجمع الناس مسألة بيستوعب الجميع. فكرة رابطة ابناء الصعيد حتى هو ما حبش يخصصها لقنا وهو واحد من ابناء قنا وانما هو عنده الانتماء لصعيد مصر بالكامل والانتماء ده مش ما هوش عنصري ولا ان احنا بنتكلم عن الصعيد وبنهم باقي اجزاء مصر بالعكس احنا كلنا بنتكلم عن مصر كلنا في خدمة مصر كل مصر بتهمنا بشكل عام لكن الصعيد لانه الصعيد كمان بعد المسافة الحرمان من الخدمات على مدار سنين طويلة فدايما ده بيتطلب وجود افراد يكونوا يعملوا جسور ما بين الحكومة المركزية وبين الصعيد يعرضوا مشاكل الصعيد يحطوها على طاولة الحكومة فبالتالي في نوصل ان احنا نصل الى تنمية في الصعيد نصل ان يبقى الخدمات توصل بشكل سلس وبشكل مبسط للناس هناك فبالتالي فكرة الجمعية نفسها فكرة عظيمة لأنها بتجمع كل أبناء الصعيد على حب مصر وعلى حب الوطن وبتخلي فيه ترابط ما بين الناس في صعيد مصر كلها. الجميل في المسألة وفي الفكرة وده يعني يمكن الحاجة اللي حطها أسسها من الأول الحاج كمال عثمان إن ما فيش مسألة عصبية لا لبلد ولا لقرية ولا لقبيلة ولا لأي حد الجميع هنا أخوة ولا حتى المحافظة الجميع هنا أخوة الناس هنا بتلتقي بشكل فيه محبة بشكل فيه ود هنا بتيجي شخصيات كبيرة جدا شخصيات مرموقة منهم أبناء الصعيد ومنهم أبناء غير الصعيد كمان فده كل الشخصيات المرموقة دي كمان بتظهر إيجابية كبيرة جدا وتتفاعل بشكل كبير جدا مع أهلنا في الصعيد لما بيكونوا موجودين هنا فبالتالي الفكرة فكرة عظيمة وفكرة نتمنى أنها تستمر وإحنا داعمين لها بكل السبل إعلاميا وبشكل بكل ما نملك بندعم فكرة وجود جمعية بتجمع أبناء الصعيد هنا في القاهرة لأن زي ما احنا قلنا الصعيد محتاج تنمية الصعيد محتاج محروم من الخدمات أهلنا في الصعيد بيلاقوا الأمرين في أنه توصيل صوتهم للمسؤولين هنا وبيلاقوا الأمرين في أن هم يخلصوا أي خدمة ليهم منها في القاهرة فبالتالي فكرة الجمعية فكرة عظيمة جدا ونتمنى لها الاستمرار بإذن الله إن شاء الله. لكن ورقة العمل النهاردة يعني عنوانها إيه وهتناقشوا إيه؟
يعني ورقة العمل هي احنا الاجتماع بتاع جمعية ابناء الصعيد في الجيزة بتعمل اجتماع دوري شهري. الاجتماع ده عادة بندعو فيه الشخصيات المؤسسة للجمعية والرموز بتاعة الجمعية في مختلف محافظات الصعيد. بتبقى المناقشات مناقشات آنية بنناقش فيها ما يعرض طوال الشهر من مشاكل، لو في حد من اهلنا في الصعيد عنده مشكلة معينة بتعرض ونشوف طريقة حلها، لو حد من اهلنا في الصعيد عنده قضية معينة عايز يتكلم فيها عايز يطرحها برضو بتطرح على جدول الاعمال. عادة بنناقش فيها كل المشكلات العالقة، بنناقش فيها ان ازاي نتحرك بشكل اكبر. احنا دلوقتي بصدد كمان انشاء جمعية لمستثمر الصعيد تنبثق عن جمعية عن رابطة ابناء الصعيد، هيكون مهمتها ان شاء الله ان هي تتجه الى التنمية في الصعيد ولعمل مشروعات في صعيد مصر، وان احنا الهدف من المسألة دي ان احنا نجمع رجال الاعمال من ابناء الصعيد لخدمة يعني لخدمة بلادهم في الصعيد بشكل اكبر، لان احنا يعني عندنا كبار رجال الاعمال في مصر يمكن عدد كبير جدا منهم، يعني على سبيل المثال للحصر مثلا نجيب ساويرس، نبيل ساويرس واحد من ابناء الصعيد من ابناء سوهاج، وكذلك الكثيرين يعني، ففي عدد كبير جدا من رجال الاعمال. احنا بنتكلم حتى على رجال الاعمال اللي هم يمكن مش مسلط عليهم الاضواء بشكل كبير، ولكن عندهم اعمال وعندهم مصانع عندهم مشروعات، المشروعات دي والاعمال دي كلها اولى بها طبعا الصعيد لان هو الاكثر حرمان يعني، واحنا عندنا ظهير صحراوي في صعيد مصر حضرتك تعرف يا استاذ سعد، وعندنا مثلا مصنع عظيم جدا في منطقه شمال قنا في مدينه الالومنيوم في نجي حمادي، النهارده احنا محتاجين نعمل صناعات تكميليه على الالومنيوم، احنا عندنا اكبر مصنع لانتاج الالومنيوم في الشرق الاوسط، محتاجين نعمل صناعات تكميليه يعني، احنا بنستورد المعلقه بتاعه الشاي بنستورد الحله، طب يعني احنا عندنا الماده الخام بتاعه الالومنيوم بدل ما نصدرها ونستورد الحاجات دي من الصين، ما ممكن نبقى في افكار. الجمعيه بتحاول كمان تطرح عدد من الافكار لمشروعات، عايزه بصدد كمان ان احنا نعمل خريطه استثماريه في صعيد مصر بحيث تبقى الخريطه دي واضحه قدام كل مستثمر يعرف ممكن يستثمر في ايه، وتبقى المساله بالنسبه له المعلومه تبقى، لان المعلومه طبعا حضرتك عارف يا استاذ في اقتصاديا المعلومه هي الاهم وهي اللي بتبقى الدليل وهو اللي بيقدر يمشي عليها. فاحنا بصدد ان شاء الله انشاء جمعيه مستثمرين تنبثق عن رابطه ابناء الصعيد، بصدد عمل خريطه استثماريه ان شاء الله لخريطه الاستثمار بالتنسيق مع وزاره الاستثمار ومع الهيئه العامه للاستثمار، وهنحاول ان شاء الله في الفتره اللي جايه نكثف العمل وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله اهلنا في الصعيد دايما يا رب ان شاء الله. هل لكم صفحه على الفيسبوك او بوابه الكترونيه او يعني حاجه بتوصل بينكم وبين ابناء الصعيد؟ الحقيقه ان لحد الان في مجهودات فرديه من ابناء الرابطه لعمل صفحات على الفيسبوك، ولكن هي تبقى يعني ايه محاولات فرديه، لكن احنا بصدد ان شاء الله نعمل صفحه باسم الرابطه على فيسبوك وعلى تويتر وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي ان شاء الله. ما فكره انشاء موقع الكتروني هي لسه ما اتناقشتش، بس انا متحمس ليها يعني، يا ريت ان شاء الله ينطلق موقع الكتروني باسم الرابطه. كان في فكره حتى انشاء قناه تلفزيونيه، كان في الحاج كمال عثمان كان بيتحدث مع بعض ابناء الصعيد اللي هم في الخارج في الخارج بصدد يعني انشاء قناه للصعيد، ودي هتبقى فكره عظيمه جدا، فان شاء الله كل ده على طاوله البحث وان شاء الله خير يا رب باذن الله يعني نكمل على خير باذن الله. جميله وحاجه ممتازه ومبهره، وبنشكر حضرتك استاذ ياسر وان شاء الله بالتوفيق يا باشا. عايز اوجه بس كلمه اخيره، عايز اوجه تحيه لشخصيه من صعيد مصر، شخصيه محترمه، شخصيه كبيره في تصرفاتها، شخصية كبيرة في خدمة أهلها، هو الحاج كمال عثمان، نتمنى له دايما التوفيق ودعوات كل أبناء الصعيد له على الخير اللي بيعمله وعلى وقوفه مع أبناء بلده، شخصية تحترم، شخصية جديرة بالاحترام، كلنا بنحبها كل الناس اللي هنا وكل الناس حتى في الصعيد، سيرته الطيبة على كل لسان، ونتمنى له التوفيق دايما يا رب إن شاء الله في ما هو آت من الأيام. شكرا سيادتك، ألف شكر أستاذ ياسر. شكرا يا أستاذ سعد، شكرا جدا، شكرا أستاذ سعد. الحاج عبد الله شحاته من ابناء الصعيد ومن ابناء مركز ابو تشت تحديدا وعضو مؤسس في رابطه ابناء الصعيد، اهلا بك. اهلا وسهلا بك وكل سنه وانتم طيبين، ومن خلال البرنامج الاول برنامجك العظيم انا اوجه الشكر والعرفان لمؤسس الرابطه القلب النابض للرابطه الحاج كمال عثمان، اللي هو بالفعل يعني هو الفكره بتاعته وهو ملم بهذه الفكرة وهو اللي أسسها وهو اللي أشار باللقاء الدوري كل شهر، وإحنا سعداء بهذا اللقاء برضو،
وفي نفس الوقت رابطة من الصعيد. يعني احنا الاسم يعني ان شاء الله يكون قادر على ان شاء الله رب العالمين. هو 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 في الاساس هو الفكرة يعني هو الحل مشاكل القرى عندنا ومركز ابو تيش تحديدا، والألفة بيني واللقاء الدوري يعني يبقى في ألفة بيننا ونتقابل مع بعضينا ويبقى في حوارات حتى ننبذ العنف اللي هو شغال في القرى عندنا حاليا، ونحاول نساعد الأمن بقدر الإمكان بحل المشاكل، لأنه الأمن وحده برضه مش هيقدر يحل، لازم إحنا الناس العمد والمشايخ والناس اللي تقدر تحل تحل، ولها دور كبير طبعا. ودي طبعا من ضمن أفكار الحاج كمال، لأنه إحنا مركز أبو تيش تتحول إلى غابة، وندعو الله في هذه الأيام المفترض إنه ربنا طبعا ييسر الفكرة دي وتبقى عمل رئيسي في حل هذه المشاكل والنزاعات. وإحنا سعداء إن إحنا كل شهر هنا بنتقابل طبعا بحضور الأخ الكبير لينا والقلب النابض الحاج كمال عثمان، إن إحنا نتقابل كل شهر دوري طبعا مع بعضينا، بنشوف المشاكل اللي في القرى عندنا ونشوف دي اتحلت إزاي ودي اتحلت إزاي، ومش مش يعني مش عشان نظهر في الصورة نروح نحل نروح هنا ونروح هنا، ولكن في نفس الوقت احنا بنقدر نحط نقط على الحروف من هنا في خلال اللقاءات اللي بنعملها هنا، بنحط النقط طبعا نقول طب هيتم 1 2 3 المساعدات الامنه ومساعدات النواب او مساعدات كذا كذا في حاله في حل مشاكل القرى عندنا. وان شاء الله رب العالمين يكون الرابطه يكون وشها وش خير باذن الله رب العالمين، وتكون فعاله بالفعل انه احنا نقدر برضه نساعد في حل المشاكل. والشكر الشكر طبعا اكرر شكر ثاني للحاج كمال عثمان اللي هو طبعا المؤسس، هو القلب النابض ليها، وهو اللي يعني الراجل ده قيمة وقامة كبيرة لأبناء الصعيد. أكيد طبعا أكيد طبعا دي حاجة ما فيش كلام فيها تاني. أكيد طبعا الراجل ده لا يقتصر جهدا في حل مشاكل أبناء الصعيد عامة، مش مركز أبو تيش بس، ولكن سوهاج أسيوط الدنيا كلها على مستوى الجمهورية والله. فربنا يدي الصحة، وهو إن شاء الله كده وكدود وإحنا من خلفه، وان شاء الله رب العالمين نكون بادر اتامل ربط ابناء الصعيد لحل المشاكل باذن الله رب العالمين. ونشكر حضرتك الف شكر. شكرا 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 شكرا. فضيله مولانا الشيخ عرفات عمران فندي مدير اوقاف بقنا، اهلا بسيادتك. مرحبا يا فندم. احنا يمكن وجود واحد من رجال الاوقاف موجود داخل الرابطه ده يعني الكثير والكثير. يا ترى انت كناحيه يعني انا شايف طبعا هناك العديد من المشاكل بيتم حلها، لكن اكيد في حضرتك يبقى لك وجود خاص داخل رابطه ابناء الصعيد. ولا يا فندم، انا عدد كبير مدير عام بالاوقاف وليس مدير عام باوقاف جن. كبير مدير عام. يعني مرحبا فندم. سيادتك احنا سعداء لاول مره في صعيد مصر وفي منزل سفير النوايا الحسني الحاج كمال عثمان، هذا الشاب الذي هاجر من الصعيد الى القاهره وخطاه يسبقها النور والعمل والامل، ولاول مره في صعيد مصر بل وفي مصر كلها يجعل هذا الشاب الحاج كمال عثمان رئيس صالة أبناء الصعيد بالجيزي بيته كأنه بيت للأمة. وهذا البيت لأول مرة يعمه الخير والحب من كل فروع وقرى رجوع مصر محبين. فلأول مرة هذا المنزل الكريم، منزل الحاج كمال عثمان، يجمع جميع أبناء الصعيد من أسوان حتى الجيزي حتى الوجه البحري. هو متبرع بمقر مجاني للرابطه يعني هنا بصراحه، يعني ده يشكر عليه. الحاج كمال ينطبق عليه ما قاله القران على احد الانبياء وقال اني مهاجر الى ربي سيهدين. هذا الرجل الذي هاجر بعد ثوره 25 يناير هاجر من اجل العلم والعمل والكفاح، وجعل من هذا المنزل بيت البسطاء والفقراء والمحتجين. فما من نجع او قري أو مركز أو مدينة إلا وتسمع عن الحاج كمال عثمان حكاية وألف حكاية. هذا الشاب المتوج والذي ألهمه الله الصدق والصواب في القول والعمل يدل على أن هذا الرجل بينه وبين الله عامر. هو ابن قرية كمهتين، تلك القرية الطيب أهلها، فهو رجل سلام ورجل حب، فاتح ذراعيه وصدره لكل من يلوذ به للمنهار. حضرتك ذكرت كومهتيم، وانا ما اقدرش اعديها عشان مشاكل كومهتيم وصلت لكل ارجاء العالم وكل الناس عارف ان هناك مشكله. هل المشكله فعلا في طريقها للحل؟ نعم،
سيادتك بحكم يعني صلتي بأهل كومتين وأمي من أهل كومتين، هذا البلد ما رأيت أطيب منه كرما وحبا وتعاونا بكل أشكاله، ولكن هذا ما حدث من بعض الشباب الغير مسؤول، بعض الشباب غير مسؤول، وتلك العائلتان يربطني بهما روابط الصداقة والمحبة والأخوة والدين. فعائلة الطوائل عائلة محترمة ومتعلمة، وكان آخر واحد فيهم قيادي الرجل الطيب الرجل المحترم الخلوق الحق سيد أبو الشيخ أمين، هذا الرجل يعتبر عمدة الطوائل بل عمدة كومتين. والعائلة الأخرى أيضا عائلة الغنايم بها الكثير من الطيبين، بها الأستاذ عبد العزيز رضوان كان مثالي على مستوى محافظة قني معلم فاضل، وبها عمدة الغنايم اهتيم مهران والحق سلاو معوض والشيخ فندي أبو ضاحي، وكل أهل كومتين ناس طيبين، وكل عائلات كومتين العرب القضيان الغنايم. أما ما حدث لا يعبر عن أهل كومتين، حدث في غياب العقل عند بعض الشباب وليس عند كل الشباب، ولكن الأزمة إن شاء الله في طريقها إلى النهاية بإذن الله إن شاء الله. أنتوا يعني بمشاركة من الشيخ محمد زكي وبمشاركة بأعتقد يعني ناس كثيرة جدا من أهل المعرفة، يعني أعتقد يعني الرابطة بتستضيف برضه بعض الشخصيات الكبيرة لحل هذه المشاكل بما يرضي يعني رب، وتبخس الناس أشياءهم. من أول ما حدث في كومتين شمر الحج كمال عثمان ابن كومتين عن ساعديه، والتقى بكثير من الشقريات الشعبية والسياسية والأمنية لحل هذه المشكلة. والحج كومتين يوميا له اتصال بالمسؤولين وبأهل كومتين وبأقرباء، والحج كومتين والحج كمال لم يقصر مع أهله من جميع النواحي الاجتماعية بل وتكون الاقتصادية. الحج كمال عثمان جاد بكل ما يملك، ونحن في الهجرة الآن كما أبقيت لهم الله ورسوله، فالحج كمال أبقى كل عمره وكل امتلاكه كل ما يمتلك من حب وأبنائه وأقربائه لحل هذه المشكلة. لأن هذه المشكلة مشكلة غريبة عن قرى ونجوع أبو تشت، لأن قرى ونجوع أبو تشت وعائلات أبو تشت كلها قرى متجاورة ومتقاربة، وخاصة شمال قني. شمال قني يحظو بالعديد من الشخصيات الفذة ومن العائلات العريقة، أمثال عائلة آل الدربي، بيت سليم بالسلامات، بيت شورى بالوقف لجي حمادي، بيت الوكيل بالهمامية، كل عائلات أبو تشت ودولة الوزير المحترم اللواء بفر برشوان، ولسه كان معك العمدة على برشوان، فأبو تشت وكل شمال ملحمي لن تنفصل أبدا. احنا لا ننكر أن أبو تشت يمكن وجميع نجوع قنا كلها عائلات يعني مرموقة، وكلها عائلات لها دور كبير، ويعني لو نسينا نذكر أسماء عشان الناس ما تزعلش مننا. الشعب الرجل الطيب الخلوق الذي تبرع أبوه من قبل بمستشفى أبو تشت، الحق يذكر النائب اللواء عصام بركات الرجل الطيب الصالح تبرع أبوه بمستشفى أبو تشت خدمة تخدم ما يقترب من نص مليون مواطن لأبو تشت. والإسلام علمني يعني نذكر الفضل لأصحابه، وكما تبرع الحاج كمال عثمان منزله وأقرباءه وأحباءه لكل أهل أبو تشت، فأهل أبو تشت برضو ينطبق عليهم أبناء الصعيد الجواني العراقة احترام الضيف نبذ العادات السيئة. فنشكر الله عز وجل والشكر للحاج كمال عثمان ولكل عائلات أبو تشت خوفا من الخطأ والنسيان، ونشكر أنت حضرتك برضو الذي بذل جهدا كبيرا معنا. شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. لا خليك يا فندم. شكرا يا فندم. الآن نلتقي مع واحد من شباب رابطة أبناء الصعيد، نتعرف عليك. عبد المنصف محفوظ عبد المنصف، مدرس مساعد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أهلا بك حضرتك. كواحد من أبناء الصعيد، رأيك إيه لما سمعت أنه في ربطة لأبناء الصعيد تم إنشائها هنا في مقرها في الجيزة عند الحاج كمال عثمان، أو هو رئيس الربطة بالتحديد يعني؟
لا شك أن الاجتماع دائما على خير يعطي نتيجة كمعطيات الأمر أن النتيجة تكون بخير أيضا. لا شك أن يلتقي الإنسان مع الإنسان ويجتمع ثم يجتمع على خير، فهذا من أنبل ما يقدمه المرء إلى مجتمعه. حقيقة هذه الرابطة تقدم الكثير والكثير من الخير للمغتربين داخل الجيزة والقاهرة، فتسعف مريض وتغيث ملهوف، وهذا ما يتمناه المغترب أن يلقى عناية فائقة ويشعر أنه في بلده بصعيد مصر. ولا شك أن هذا الرجل كمال عثمان يمتلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا شيء بما يسمى الكرم الفطري والارتجال الفطري في الردود والعطاء بدون مقابل. هذا الرجل فعلا يمتلك عطاء فطريا غير ممزوج بمصلحة على الإطلاق، ولا أزكيه على الله والله حسيب. رسالة بتوجهها لشباب الصعيد بتقول لهم إيه؟ والله رسالة أوجهها إلى شباب الصعيد أن أرجو وأأمل أن يتحمل كل شاب ما يسمى المسؤولية الجنائية الفردية، أي بمعنى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أن يعلم الشاب أنه عندما يقدم على شيء ما أنه هو المتحمل الوحيد لعواقب ذلك الأمر. فالمنتشر في ربوع الصعيد هو أن الشاب يشعر أن وراءه ظهر سيتحمل سلبيات ما يقدم، وهذا ما يدفعه إلى الاندفاع إلى ما يفعل، أنه يعلم أن يعقبه آخر سيتحمل إيجابيات وسلبيات ما يقدم عليه. فلو علم الشاب أنه يتحمل وحده مسؤولية جنائية فردية لا أغلق باب الشر وفعل دور الخير في المجتمع، وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشباب له دائما وأبدا. ونشكرك في نهاية اللقاء. ألف شكر لله. شكر لله يا فندم. ومن داخل رابطة أبناء الصعيد نلتقي بواحد من الشباب. أهلا بيك. أهلا بيك. نتعرف عليك. حازم فاروق. أستاذ حازم، يعني الاسم بالكامل، لأن الناس بتحب برضه تعرفك يعني وتعرف عليك. حازم فاروق عن نور الدين، مركز أبو تشت، محافظة القنا. أهلا بيك يا أستاذ حازم. أنت رأيك كعضو من رابطة أبناء الصعيد، يعني الرابطة عملت إيه وبتعمل إيه؟ والله بالفعل يعني إحنا في ضيافة الحاج كمال عثمان، رجل يعني ونعم الرجال، اجتماع شهري رابطة أبناء الصعيد، بنطرح مشاكل أبناء الصعيد فيه. طبعا بنلاقي الإيجابيات كلها والسلبيات كلها موجودة، والراجل بيطرح الإيجابيات بتاعته، وراجل يعني قاضي لحوائج الناس كلها بالفعل، يعني لبى رغبات الشباب والناس كلها. راجل متواجد في كل الأفراح وكل المناسبات، راجل متواجد في حل المشاكل الثأرية وأي اختلاف شخصي في أي مكان، راجل متواجد. فنتمنى له التوفيق إن شاء الله. انت كشاب فرحت ان الرابطة اتعملت عشان المشاكل السائرية برضه تنتهي ان شاء الله؟ والله ده فرح شديد قوي قوي. اولا الناس ملتفة حوالين الحاج كمال عثمان، راجل نقدر نقول يعني راجل ملبي رغبات الشباب وكبار السن وكل الناس، راجل هنا في رعايته بيعمل الخير لكل الناس. فاحنا ابناء الصعيد عامة احنا من فترة زمنية طويلة نعاني من نقص الخدمات ونعاني من تلبية الرغبات. بيجي مديجي من الصعيد هنا، راجل لبى رغبات، اي تليفون اي مكان بيسد يعني واتصالات وبيقدم مصلحة. فراجل يعني نتمنى له التوفيق والله، وربنا يديه الصحة كده ان شاء الله. فده تمنياتنا ليه بالخير كله يعني، وان شاء الله كل الامور تمام ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكرك. الف شكر. الف شكر ليك وان شاء الله. شكر. نتعرف عليك. احمد يوسف. اهلا استاذ احمد. ده انت يعني بالنسبه للرابطه وردود افعالها، اخبارها ايه بالنسبه لك، وايه اللي تم خلال الفتره الماضيه؟ والله بالنسبه لرابطه ابناء الصعيد فهي تولد المحبه والاخلاص
والحمد لله العمل يعني في الخير ودائما بيسعى في الخير. بالنسبة للحاج كمال، رجل الحب والعطاء، رجل كريم، رجل يحب الناس ويود الناس ويحب الخير للناس كلها يعني. صحيح. فالحاج كمال ده يعني حبيب وحبيب الشباب وأبناء مركز أبو طشت كلهم يحبوا الرجل ده ويقدروه، وأبناء الرابطة تسعى دائما للخير طبعا ودائما للعطاء. أنت مقيم في القاهرة ولا في الصعيد؟ أنا مقيم في الصعيد في مركز أبو طشت. تمام. بس أنا دائما هنا عند الحاج كمال متواجد معاه في كل اجتماعات الرابطة وبشوف الخير وبشوف رموز بتسعى للخير وللحب بين الناس وبتولد المحبة بين الناس. فالحاج كمال ده يعني بالنسبة لنا احنا رمز كبير ودائما بيسعى للخير. احنا يعني بنتمنى كل الخير للرابطة ولأبناء الصعيد وبنشكرك ألف شكر. الله يخليك. شكرا. أشكر القناة وأشكر سيادتك وإحنا شكرا. سعيدين جدا بيك وبحضرتك شكرا. وسعيدين بالقناة وسعيدين بالربط أبناء الصعيد. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. شكرا. بارك الله فيك. نتعرف عليك. رمضان الهواري. أهلا بيك سيد رمضان. حضرتك مقيم في القاهرة ولا في الصعيد؟ لا، أنا مقيم في القاهرة هنا في جيزة في الهرم. أهلا وسهلا بيك. أنتوا الربط أعتقد يا ترى بتحل المشاكل في القاهرة ولا في القاهرة والصعيد وكله يعني؟ لا، في القاهرة والصعيد. هنا عند الحاج كمال احنا مسمينه بيت الأمة. ما من صعيدي في القاهرة، في الجيزة، في حلوان، في أي مكان في وجه بحري إلا ولي مكان هنا في بيت الأمة، بيت الحاج كمال عثمان. يعني نقدر نقول على انه الفترة القادمة ان شاء الله يعني هيكون في خير اكتر وشغل اكتر من اللي فات اكيد باذن الله، كله بركة الحاج كمال. والحاج كمال هو رمز لكل ابناء الصعيد وتاج على راس كل صعيدي هنا، واي انسان حر يتشرف بمعرفة الحاج كمال. بنشكره وبنشكر حضرتك ألف شكر. شكرا يا فندم. شكرين. اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. طبعا حضرتك غني عن التعريف، لكن احنا لابد ان المشاهد المصري والعربي نقول عشان يعرف هذه الشخصية الجميلة اللي احنا بنلتقي بها النهاردة. الله يخليك يا سيدي، احنا اللي أسعد. أهلا بك. احنا بنتكلم عن الرابطة واجتماع الرابطة الشهري، وانتوا كأبناء الصعيد في القاهرة ايه الدور اللي بتقوموا بيه؟ والله طبعا يعني انا بشكر الحاج كمال عثمان ان هو متمني هذه الرابطة طبعا، وبيجمع ابناء الصعيد اللي مولودين في القاهرة طبعا. ومما لا شك فيه ان القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر الايه العربية طبعا، وكثير من المصالح التي يحتاجها ابناء الصعيد تكون في القاهرة، الحلول بتاعتها بتكون في الايه في القاهرة. صحيح. فهنا مشكلتي في القاهرة، ولكن احتاج من يرشدني كيف اصل الى حل للمشكلة اللي موجودة عندي، خاصة ان الصعيد في الحقيقة اهمل كثيرا. وفي نفس الوقت يمكن المشاريع الحديثة كلها موجودة في الوجه البحري وفي القاهرة وفي العواصم الايه السياحية طبعا طبعا، ولكن يعني لابد ان يسند الفضل لاهل الفضل، وهذا ليس نفاق ولا رياء، ولكن السيد رئيس الجمهورية كانت له توجيهات للمسؤولين بالاهتمام بالصعيد، الاهتمام بتوفير مصادر رزق للشباب اللي موجود، العمل على إقامة مشاريع استثمارية موجودة في الصعيد، ونجد هذا موجود في محافظة بني سويف، المصانع اللي انشأت في المنيا، في سوهاج، في إنا، كل الأمور دي كلها في الحقيقة لابد أن يسند الفضل لأهل الفضل.
ولكن من الصعب انه الواحد يستغنى عن الايه القاهرة. فالقاهرة هي العاصمة التي يسعد ابناء الصعيد ان يحجوا ايه اليها. سعادتك كمساعد للوزير واحنا بنتكلم عن الامن، يبقى لابد انه اللواء فاروق حمدان يكلمنا عن النزاعات السائرية وازاي نوقف هذه النزاعات في الصعيد اللي هي جريمة الثار. هو في الحقيقة طبعا توجيهات السيد وزير الداخلية انه توجد في كل مديرية من مديريات الامن لجان للمصالحات. وهذه اللجان وظيفتها الوصول الى انهاء هذه الخصومات السائرية التي ينتج عنها تفشي جريمة الاخذ بالايه بالثار. وفي الحقيقة يمكن اقول لحضرتك انا ابن محافظة سوهاج ان محافظة سوهاج تكاد تكون قد انتهت ظاهرة الايه الثار فيها للمجهود اللي بيبذله رجال الامن المقيمين المتواجدين في محافظة ايه سوهاج ولجان المصالحات التي تسعى دائما لإزالة هذه المشاكل والوصول الى حلول ايه. اللواء فاروق حمدان رابطة ابناء الصعيد، لما سعادتك سمعت انه الحاج كمال عثمان اسس رابطة ابناء الصعيد كان شعورك ايه؟ لا في الحقيقة يعني ليس بغريب على الحاج كمال، ويمكن انت شايف اهو التجمع، وهذا التجمع قد يكون يوميا وليس تجمع فقط ولكن تجمع يعني بيسيطر عليه الكرم الزائد اللي تعود عليه اهل الايه اهل الصعيد. من غير شك يعني لابد ان انا يعني فرصة ان انا اوجه له الشكر لاني مهتم بهذا، ويمكن ده قد يكون يعني بيسبب ضغط عليه طبعا في يعني انا بستغرب يعني بستغرب يعني هو بيشوف شغله الخاص امتى لما هو يعني مهتم حل مشاكل الصعيد مهتم بالمشاكل ومهتم ب يعني تعارف ابناء الصعيد اللي موجودين في القاهرة ببعضهم، بيزرع روح المحبة والمودة بين المتواجدين في ايه في مصر. من غير شك المجتمع النهاردة ومشاكل الناس يعني قد تكون ألهتها عن الود اللي بيربط الناس ببعضها، ولكن هو بيربط الناس ببعضها دلوقتي. وفي نفس الوقت يعني اقول لك يمكن ده دوار الصعيدة دوار الايه دوار ال دوار الايه دوار العمدة سعادتك، وبنعود الى الزمن الايه الجميل اللي احنا سعادتك قد نكون افتقدناه في الفترة الاخيرة، ولكن بنجده في هذا الايه المكان. ويعني الكرم اللي انا شايفه ده كان المرحوم والدي الله يرحمه يقول كلمة ان هذا الكرم هي زكاة الدار، فما نجده من كرم هنا هي زكاة هذه الدار لكي تبقى عامرة بإذن الرحمن بروح المحيطين والمريدين الخاصين اللي احنا بنجدهم. لو حبينا نوجه رسالة لأهل الصعيد وشباب الصعيد بصفة عامة تقول لهم ايه؟ والله المستقبل حقيقة في الصناعة، والمستقبل في الاستثمار. والنهاردة الدولة حريصة على ان يوجد استثمار في الصعيد، ووجدت في الصعيد مناطق استثمارية، وان هناك دعم موجود للمشروعات الايه الصغيرة والمشروعات الايه الكبيرة. فانا بأناشد ابنائي الصعيدة وابنائي المتواجدين في صعيد مصر ان يستفيدوا من تلك المبادرات التي ترعاها الدولة، وكثير من المنح
جت ليعني الارتقاء بالاستثمار في الصعيد، فعليك أن تفكر في المشروع الذي ترى أنه يسبب لك الربح، والدولة إذا قدمت لها يعني الدراسة الجدوى لهذه المشاريع ستقدم لك كافة المساعدات بدءا من المادية، بدءا من تواجد مكان لإقامة المشروع إيه بتاعك. وده بيحصل في المناطق الصناعية العديدة اللي تم إنشائها سواء من غير شك من غير شك من غير شك من غير شك من غير شك. لكن يعني بنقول إن النهاردة يعني عليكم يعني ما تفوتش الفرصة اللي موجودة إيه حاليا، والتوجيهات اللي هي بتعملها القيادة السياسية بكافة المسؤولين لرعاية المشروعات الاستثمارية سواء المشروعات المتوسطة أو المشروعات الكبيرة. احنا عايزين يعني حضرتك كناحية أمنية بتقول ايه لرجال الأمن في الصعيد؟ والله يا باشا هو الصعيد طبعا له طبيعة خاصة جميل، وان النهاردة افراد الامن بدءا من المجند وانتهاءا باكبر رتبة غالبا ما بتكون لها جذور صعيدية طبعا. فالتعامل مع هذه العقلية التي ما زالت لسه لم تلوث تلوث لابد أن تكون معاملة خاصة جدا 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 جدا، وفي نفس الوقت إذا ما كان رجل الشرطة المتواجد في الصعيد رجل اجتماعي وأفقه متسع هيستوعب كافة المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في المجتمع. طبعا حضرتك محتاج حلقات وحلقات، لكن بنشكر سيادتك جدا في نهاية اللقاء، ألف شكر لحضرتك. سعيد بيك وسعيد بهذا اللقاء، وكل سنة وانت طيب حضرتك طيب، وإن شاء الله نشوفك بخير إن شاء الله، ونسمع عنك كل خير إن شاء الله بإذن الله. شكرا لسيادتك. شكرا كتر خيرك وشكرا. نتعرف عليك. أمين شعبان أمين، محامي ومسؤول في جمعية أبو تشت المستقبل الأفضل، قرية كومهتين. اهلا بيك. يعني نقدر نقول انه النهاردة اجتماع الرابطة ضم كل الفئات، محامين على يعني عمد على يعني لواءات سابقين، يعني بسم الله ما شاء الله الجمع كان غفير جدا النهاردة. ده يمكن من الحاجات الايجابية اللي وفرتها الرابطة، انها اتاحت فرصة للجميع للتقارب والالتقاء والتبادل وجهات النظر، وزي ما تقول كده مظلة شرعية تشمل الجميع. كمحامي وكابن من ابناء كومهتيم، يا ترى اقتربتوا من حل المشاكل اللي في كومهتيم ولا لسه؟ والله نتمنى ذلك، خطوات كبيره، واحنا في توقيت معين يعتبر الانسب والافضل لوجود حاله من يعني نقدر من خلالها نوفر يعني فرصه حقيقيه للصلح. نتمنى ذلك وانه يكون في جهود حقيقيه مبذوله، وانه الامن يسعى ولجنة المصالحات بما فيها الحاج كمال عثمان والعمدة علي رشوان نائب أحمد أبو حميد المحرزي الأستاذ حلمي علي، نتمنى أن الجميع يسعى في التوقيت ديتي سعي حقيقي لإيجاد حل نهائي وحقيقي للمشكل الحالي إن شاء الله. إحنا بنشكرك، ألف شكر لي. شكرا لحضرتك فرصة. نتعرف عليك. عبد الباقي رشوان. عبد الباقي رشوان الهواري صح؟ الهواري. انا سمعت الاسم، انت يعني ابن من ابناء ابو تشت ولا منين؟ قريه السلامات مركز ابو تشت. يعني مقيم في الهرم. مقيم هنا في القاهره سنه 99، ومنضم لربطه ابناء الصعيد. طبعا ربطه ابناء الصعيد عملت كيان، هم ابناء الصعيد لهم كيان في كل مكان، بس بصراحه ربطه ابناء الصعيد في الهرم وجيزه عامه بمباركة الحاج كمال عثمان بالأمانة يعني عملت وضع للصعيد ما كانش موجود، وخلتنا بصراحة يعني في وضع وترابط وتكاتف،
يمكن احنا يمكن كل اسبوع كل 15 يوم كل شهر في اجتماعات ونتشاور في بعض الامور اللي ممكن المشاكل اللي تصادفنا في التعليم في اي مجال وفي اي شيء عندنا في الرابطه من كل جميع الطبقات ومن جميع الفئات وجميع المستويات التعليميه، وبنقعد نتناقش واحوالنا، وبرضه مش ننسين مشاكل الصعيد ووضعه وزعلانين عليه، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا برضه يعني روحنا هناك زي ما كانت برضه جسد هنا. احنا يعني شايفين ان انتم يعني متحمسين، واعتقد كل المشاكل بين ابناء الصعيد في القاهره بقى ايضا بتحل هنا. طبعا هنا برضه بالتواصل والاجتماعات اللي بنعملها مع بعض بالحب، وفي اي مشكله بنجتمع مع بعض، وفي وجود الكبار وفي وجود زي ما حضرتك انت شفت برضه وعملت لقاءات مع جميع المستويات وقياديه في وزاره الداخليه وغيره وغيره وغيره، بتتحل المشاكل وعلى ابسط الامور، وبنرجع اخوه متحابين مع بعض. نفس برضه الوضع حتى السؤال، روح الريف، روح الصعيد، الألفة، المحبة، المودة موجودة في الرابطة، والبركة في الحاج كمال بالأمانة يعني يبارك فيه. واحنا بنشكرك، بنخلي من جهده شيء بالأمانة طبعاً. سواء الرابطة فيها ناس من إنا، من أبو تيشت، من سوهاج، من أسيوط، من الأقصر، أبناء إسنا كلنا بصراحة هنا كيان واحد وأخوات والحمد لله. بنشكرك استاذ عبد الف شكر لك. مشاكلين، شكرا لك. مشاكلين. نتعرف عليك. رجب السيد مصطفى الحويط. عرب الحويطات اسيوط. عرب الحويطات، الحويطات دي عرب يعني احنا يمكن شاهدت بعض الاحكام العرفيه، وفعلا يعني انت دخلت الرابطه يعني من بابها زي ما بيقولوا كده. بدعوه كريمه من الحاج كمال عثمان مخلوف، قام بإنشاء رابطة أبناء الصعيد على مستوى القاهرة والجيزة طبعا، وجمع رؤوس العائلات ورؤوس القبائل في هذا المكان الطيب لحل مشاكل صعيد مصر في المكان ده. أعتقد أنه أي مشاكل تخص يمكن جميع المحافظات أنتوا بتناقشوها، أي مشاكل تخص أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادي الجديد بتتحل في المكان ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ورجال الدين ومشايخ الازهر اللي بيحضروا معانا هنا، ومنهم فضيله الشيخ اللي كان موجود ابو صالح ابو فندي. لو حبيت توجه رساله لابناء الصعيد بتقول لهم ايه؟ صعيد مصر الطيب، احنا فخورين برجولتنا وقوتنا وزعامتنا، واحنا في حفاظ على هذا البلد طبعا. وكل يعني انتخابات الرئاسه نعم للدستور، كله قام الحاج كمال عثمان بعمل مؤتمرات ودعم الرئيس السيسي في تجديد الثقة، ودعم ومؤتمر لدعم نعم للدستور في هذا المكان، ويشمل المؤتمر من 10 ل 15 ألف مواطن كانوا موجودين من صعيد مصر في هذا المكان، والكلام ده مسجل على قناة صدى البلد وقناة النهار موجود. وكان وخد رقم واحد على مستوى القاهرة والجيزة، مؤتمر رابطة أبناء الصعيد بالجيزة بقيادة الحاج كمال عثمان. احنا بنشكر الحاج كمال وبنشكر حضرتك، ألف شكر ليك. بارك الله فيك ووفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد. نتعرف عليك. سعد عبد الكريم من إسنا، مقيم بالهرم بكفر الجبل. أهلا بيك، انضميت للرابطة من قد إيه؟ لا طبعا احنا مؤسسين يعني احنا مولودين في منطقتي، والهدف من الرابطه التعاون مع البر والتقوى يعني، وكصعيد هنا يعتبر عيله واحده، اي خدمات او اي مشاكل بتتحل بالود، اريح كتير وفي العمل الخير يعني. انت شفت هنا ابناء الصعيد كلهم يعني متهيألي المحافظات كلها موجوده. من كل المحافظات، لان احنا مولودين هنا، ووالدي من اقدم الصعيد هنا من حوالي 90 سنه يعني. فاحنا الصعيد كلها مولودين معانا هنا، مقيمين هنا في الهرم، فبنتصرف كاننا عائله، وفرح العائلات فرحنا وواجبهم واجبنا طبعا، فبنتصرف في الخير يعني مع الحمد لله. اي مشكله هنا في القاهره بيتم حلها داخل الرابطه هنا، الرابطه بحيث بتساعد برضه في تنفيذ القانون بالادب وبالحل الشعبي يعني بتشيل يعني من نوع التعامل على البر والتقوى يعني. طب رساله بتوجهها لحبايبك في الصعيد بتقول لهم ايه؟ والله هنا ده مكانكم، يعتبر بيت العيله، ومرحب بيهم في الهرم، وفي اهلا بيهم يعني.
مرحبا. شكرا لحضرتك. شكرا. ومن رابطة أبناء الصعيد كان لابد أن نلتقي بالمرأة المصرية وهي الدكتورة هناء صبرة. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك بخير ومصر كلها بخير إن شاء الله. يعني أنا كنت فاكر أنه رابطة أبناء الصعيد ما فيها السيدات، لكن فاجأتينا النهاردة بوجودك في الاجتماع. والله أنا شرف لي أننا أكون متواجدة مع زعيم رابطة أبناء الصعيد الحاجة كمال عثمان. ده شرف عظيم لما نلقاه من حفاوة استقبال ونلقاه من حل مشاكل لناس كتير جدا في الدايرة وغير الدايرة. يعني الحاج كمال يعتبر هو ركن كبير لكل صعيدة مصر. الرابطة لما سمعت حضرتك انه في رابطة لابناء الصعيد كان شعورك ايه وانضميت ازاي؟ انا من ابناء الصعيد. فين تحديدا؟ من سوهاج. الحاج كمال قريبي. فكان لينا دور في ان احنا نجمع ونعمل على جمع كل ابناء صعيد مصر تحت راية واحدة. صحيح. فالحاج كمال عثمان كان مشكورا قام بعمل رابطة ابناء الصعيد للم كل الاهل ولم شمل جميع صعيد مصر. فتح منظرته. احنا في اجتماعات اسبوعية وفي لقاءات يومية بتتم هنا عنده في المنظرة. بصراحة ده احنا بالنسبة لنا احنا كفريق عمل موجودين مستمرين على طول. بجد بجد انا بشوف من الراجل ده حاجات انا ما كنتش اتوقعها، ان في حد يقدر يجمع الشمل ويلم الناس كلها حواليه بالحب. طبعا طبعا. دكتورة هناء، لو نقدر نقول الدور اللي بتقوم بيه داخل هذه الرابطة اللي احنا يعني حضرتك انضميت ليه، وايه الدور بتاعك؟ والله انا دوري انا بساعد في الرابطة، وانا من ضمن الرابطة بتاعت ابناء الصعيد، وده شرف كبير ليا زي ما قلت لحضرتك في الاول. انا دوري ما يقلش عن دورنا كلنا، ما يقلش عن دور اي حد فينا. والهدف الاول والاخير ان هو اجتماع كل الناس على الحب والسلام والتآخي، وان كلنا من اول الجيزة لغاية اسوان بنحاول نجمع بعض على ان لو في مشكلة عند حد، لو في حد عنده مناسبة كل بيروح، لو في حد عنده عزاء الكل بيشارك. الراجل ده بصراحة عمل ألفة بين الصعايدة وعمل شغل جميل قوي في البلد بجد عن حب. يمكن أنا كنت مكلفة أن أنا أعمل أنا وهو مؤتمر في التعديلات الدستورية. كان مؤتمر لا يقل عن 15,000 فرد كلهم مجتمعين على حب البلد دي والتفاني من اجل رفعة الوطن. طبعا. يعني حضرتك انتوا كمان يعني بتساعدوا الدولة وبتقفوا مع الدولة وليست حل مشاكل اهل الصعيد فقط. حضرتك انا امين عام حزب المؤتمر لمحافظة الجيزة ككل، وشرف لي ان اكون اول سيدة تخوض المرحلة دي واكون في المكان ده. ان انا اقود محافظة الجيزة لحزب المؤتمر ده شرف عظيم ليا. ده برضو بيدعمني في شغلي ان انا بلاقي الاهل الاحبة كله لما بننده. هو القائد لما بيسفر بيجمع ناسه، ودي الفكرة ان كل يجتمع على الخير وان احنا كل بيساعد بعضه. يعني مثلا لو في اسرة فقيرة الحج بيتكفلها. هو طبعا كزعيم رابطة الصعيد فبيتكفل بده، فيقوم يحسس ان في ظروف البلد، احنا البلد في ظروف اقتصادية معينة، فهو بيحاول يخفف الاعباء عن كل من يتبع لصعيد مصر. الحمد لله. هو ركن كبير وركن اساسي لجميع الصعيدة الموجودين هنا.
سعادتك يعني يمكن شايف الرئيس السيسي مهتم جدا بالمرأة، والمرأة الصعيدية لها شأن خاص، ووجود حضرتك على رأس ان انت امين محافظة الجيزة لحزب المؤتمر ده بيؤكد ذلك. انا بقدم تحية من قلبي للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي نصر مصر، حمل ارض وحمل عرض ورفع راية المرأة. احنا ما كانش لينا دور، احنا النهاردة بقى لينا دور، بقى لينا وضع، بقى لينا كرسي في البرلمان، بقى لينا كرسي في الوزارة، وده شرف كبير ساعدنا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو قاد المسيرة بدون اي خوف من حد، بيحارب في جميع الاتجاهات، وقدر يوقف البلد على رجليها، وقدر يخلي الناس كلها تبص لمصر بعين تانية خالص، بشكل تاني خالص. احنا لازم لنا يكون لقاء تاني مع حضرتك، لان الوقت يعني دهمنا واقتربنا من نقطة النهاية. رسالة بتوجهها للمرأة المصرية في نهاية اللقاء؟ انا بوجه رسالة اولا للمرأة في جميع انحاء الجمهورية، وبخص المرأة الصعيدية، بقول لها انت حصن امان للبلد، انت اللي بتربي وانت اللي بتكبري وانت اللي بتقدمي الشهيد وبتقدمي المهندس وبتقدمي الدكتور، وانت دايما صبرة. وبقول لمصر ما تخافيش طول ما ستاتك موجودين. عظيمات مصر، عظيمات مصر يا فندم. ونشكرك، الف شكر. شكرا شكرا شكرا.